حكم القبلة في رمضان. اللي بحب يسأل يسأل بالسؤال اللي كله طعمي. القبلة بالصيام، سأل عن القبلة بالصيام. في عنا قبلة وعنا قبلة. القبلة جهة الكعبة، القبلة بوسة. فمرة شيخ على المنبر قرأ: فلنولينك قبلة ترضاها. قال له أحد المصلين: أبوس روحك شيخ. فالبوسة برمضان. سأل شاب النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا بيقبل زوجته؟ قال له لا. إجا شيخ كبير مثل حكايتي، سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن القبلة في رمضان، قال له ما عليه شيء. فقال له الشاب: يا رسول الله، دينه ديني، ليش هو يبوس مرته وأنا ما بوس مرتي؟ قال: ذاك يملك إربه. كبير في السن، يعني بوسة ما بتخليه يعني يصير معه شيء، والله بده 50,000 بوسة ليصير معه شيء. فلذلك الشباب لا، والأختاي رأيه.